طيب انا كنت لسه نازل دلوقتي بس قررت ان في فيديو لازم اعمله مهم جدا قبل ما انزل وهينزل في ميعاده عادي على اليوتيوب وما اعرفش لسه هنزله في كل حته ولا لا. بس قبل ما نبدا الموضوع يعني هو بكل اختصار ان مجال الجيمينج بشكل عام بالذات الاونلاين جيمينج بالذات الكومبيتيتيف جيمز تحديدا الالعاب اللي بتدخل الاي سبورتس والكلام ده كله ما بقتش قوي بيزد على السكيلز بتاعتك وهتعرف في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو بس ما تنساش لو حابب تدعم القناه وتعمل سبسكرايب للقناه ده بيساعد القناه جدا, ولو حابب تدعم الفيديو عشان يوصل للناس اكتر لان هو محتاج يوصل للناس اكتر فاعمل لايك للفيديو. نتنقل بقى للموضوع. من اسبوع تقريبا تحديدا التاريخ بتاع الجيم ده 5 ايام بالظبط لعبنا قدام يوزر اسمه بورديمو في جيم سولو دويو رانكد كيو. ماشي, سولو دويو رانكد كيو يعني لا اما يلعب لوحده لا اما يلعب مع واحد صاحبه زياده زي ما انا وصاحبي كنا بنلعب. نزل شكينا في طريقه لعبه لان طريقه لعبه زي ما هوريكم دلوقتي حاجه غريبه. دي ان هيومن سكيلز. اللي حصل ده ان هيومن سكيلز. احنا وقف مكانين بعاد في ليتنسي وفي ديلي ما بين الماوس اللي في ايده وما بين الكيبورد, ده غير الديلي اصلا اللي في الهاردوير. اللي حصل ده الليجل. اللي حصل ده بقى في 2 ابيلتيز اتضربوا في نفس الوقت في مكانين مختلفين عن بعض. هل ده ليجل؟ هل ده ليجل؟ ماشي, هنعتبر ان هو تشالنجر او احسن من التشالنجرز كمان. ندخل على البروفايل بتاعه. البروفايل الاكاونت الاول ليفل 86. ما لعبش غير 3 جيمات رانكت في حياته كلها والباقيين كله انترو. اللي طلع ليفل 86 كله انترو والماستري اعتقد انها واضحه. الماستري واضحه. زوي 197 بوينتس, 933 بوينتس بفيكتور عشان كسب الجيم, و 105 بوينتس بيوني. نقفل دي. ماشي, ايه بقى اللي حصل؟ يعني ده اكيد مش هيومن, ده اكيد مش بني ادم اللي بيلعب. بس هنا الاكاونت لعب مع 2 يوزرز, لعب 3 جيمات مع اليو ده وايا كان وكاو بابا جيمين, يعني 5 جيمات توتال بس ريسنت 3 جيمز. ماشي, هو سولو رانكد او دويو رانكد. الاثنين نزلوا معاه والاثنين نزلوا معاه في جيمين ورا بعض, يعني الكيو ممكن تشيل 3 مش 2. دي حاجه ويرد شويه. ممكن بالصدفه الشديده دي تحصل في الهاي الو, بس في اللو الو الاكونت طبعا ملوش اصلا رانك. عايزين نعمل ابديت نشوف لعب جيمات تانية. لا, ما لعبش جيمات تانية. ليه ده مش هاي الو؟ لان اليوزر اللي كان بيلعب معاه سيلفر 4 واليوزر اللي فوقيه سيلفر 1, فده مش هاي الو علشان تحصل فيه الصدفة الغريبة دي مرتين ورا بعض. ده زائد ان هو اصلا مكتوب تحت, يعني هو كان بيكيو معاهم كده كده هما الاثنين, فدي مش مجال للنقاش. ايه بقى الصدفة التانية اللي حصلت؟ حصلت 4 اوجست, انا نزلتها اليوم يعني اليوم اللي بعده يوم 3 اوجست اول امبارح او امبارح ايا كان, احنا بنلعب بالليل. حصلت اللي هتشوفوه دلوقتي. يعني احنا يا جدعان احنا بنلعب قدام اي اي بوت. ايه اكتب تاني كده, اسال سؤال, اسال اي سؤال في الشات بسرعه, اسال اي سؤال تاني في الشات بسرعه. يس, بص بيكتب ازاي الواد بيكتب وهو بيلعب. سوري اي دونت اي كانت هيلب يو وذ ذات رايت ناو نقطه. اي ام ان ذا اي ام ان ذا ما اعرفش ايه اوف ا جيم او اي ام ان ذا ميد اوف ا جيم نقطه. بيكتب نقطه وهو بيلعب الجمل بتاعته. بيحط كالكليتد. نقطه في اخر الجمله. الجمله
الجمله لسه مبعوته اهو. بعت سكول سكول بيتر فور فيوتشر نقطه ستريم ليتر نقطه. وايه النقطه اللي في اخر الجمله دي؟ فده اي اي بوت اللي كنا بنلعب قدامه وهنكمل لكم. وات نو بيزي يدوها سوري بيحط نقط في الكلام مفيش مشكله. ده دلوقتي اهو لقينا الاكونت اللي بيلعب قدامنا، عملنا سيرش على الاكونت ده على جوجل طلع لنا ان الواد بنفس الاسم بالظبط جي بي تي 4 ماستر يي بيعمل ستريم على تويتش. هو خد هاردوير بان عامه، لا هو بيستريم على البتاع ومبدئيا هو بيتايب بي اي بوت. ماشي، انا كنت فاكر ان هو بيتايب بس بي اي بوت، بس طلع ان هو بيلعب كمان بي اي بوت وهوريك. اكيد طبعا مخبي وشه يعني اكيد اشطوط. ماشي اهو الكل عارف في الشات هيز سكريبتنج ادهم ادهم ريبورت بليز اي ويل دونت وري هيز جونا جيت باند اي براي on two accounts on two accounts علشان المين اكاونت بتاعه ده. شي هو literally اصلا كاتب using GPT 4 AI to elo boost. نعم بقى انا عايز اعرف انا المفروض دلوقتي اطلع في الرانك ازاي بدا ده ايه ده ايه الكائن ده؟ ماشي الفكرة نزود بقى عليهم بقى ايه بقى. Let's see if AI can win this game. كاترينا اللي كانت معاه في الجيم، احنا خلاص خلصنا الجيم وبتاعه كده وخلاص خسرنا قدامه مفيش مشكلة. From Kata GPT 4 مصري هو بيكتب لها You are playing with the bot so I don't know hope I did a good job with the bot hope it can win wait what I'm again thanks I worked hard to create this and put a lot of money into coding it playing servers etc paying servers etc hope the bot can actually win. هو بيتكلم على ان هو مش بيلعب وان هو تعب جدا بقى في عمل البوت ده ودفع فلوس كتير في الكودينج بتاعه في السيرفرز وبتاعه كده وبيتمنى ان البوت يكسب الجيم علشان هو قاعد بيتشات على تويتش بايده مش بيتكلم وبيتشات في الشات بتاع ليج نفسها وبيلعب ليج بيرفكتلي و اي اي بوت. ماشي نكمل بقى. كان تاني لعب قدامنا اول امبارح هو ليترلي ما بيلعبش هو وشه يا سيبك من الفرم بقى كمل بقى اللي هتشوفه دلوقتي. نعم يسطا هو فتح بروفيسور وبيفارم ووشه معرفش بيكتب ايه ووشه باصص في 100,000 شاشة. بصوا مفيش ماوس على الشاشة يا صاحبي لا وقف ازاي ايه ده يسطا ما بيحركش الماوس الماوس مش بيتحرك. مفيش ماوس ايوه مفيش ماوس على الشاشه وبتظهر لك المكان اللي هيروحه ويرجع له. هو ليترلي ما بيلعبش. طيب ده كده الليجل ماشي. الفكره في ايه بقى؟ الفكره في ان انت كبلاير عشان تنزل في جيم ما فيهوش حد زي كده في الوقت اللي جاي هيبقى صعب لانك انت هتلاقي ناس كتير كده. ده الليجل طبعا المفروض ليك تاخد قرار والكلام ده كله وتاخد اكشن قدامهم والكلام ده كله. بس الموضوع مش سهل وان انت تلعب قدام بوت يعني هو ما بقاش خلاص اللي هو كو اب فيرسس بوتس والكلام ده وهينزل لك بوتس اغبية زي اللي انت بتنزل قدامه كده. لا انت تنزل قدام ناس بيرفكتلي قوي. ف مش عارف نلعب قدام اي اي بوت وايه ده. فانا مش عارف واللي مش عارفه اكتر ازاي ممكن حد يدخل كيو مع اتنين في نفس الوقت في نفس الجيم. ازاي حد بيكيو اساسا في الكيو بتاعته في اللوبي مع اتنين وبيدخلوا هما التلاتة جيم سولو كيو؟ فدي برضو انا حاجة انا مش فاهمها. فأنا محتاج حد يفهمني اللي بيحصل و
الناس اللي بتقول الـ AI خطر والكلام ده كله، أكيد طبعا الـ AI خطر. الـ AI بيعرف يعمل كل حاجة، الـ AI بيعرف يتشات، الـ AI بيعرف يلعب، الـ AI بيعرف يغير صوت، يقلد صوتك، يعمل أي حاجة، بيعرف يعمل مونتاج، بيعرف يعمل كل حاجة أنت عايزها. فالـ AI لو خطر أو لأ، فبالمنظر ده الـ AI بقى خطر، لأن دي حاجة بسيطة وعبيطة. سيبك من ليج، يعني سيبك من ليج، مش هي دي الحاجة الاكستريم. خلاص ليج ماشي، هنسيب اللعبة كلها، ما عنديش مانع. بس اللي بعد ليج بقى، الريل لايف شكلها عامل ازاي، ده الشيء الغريب. ف بس كده، ده يكون اخر الفيديو. ما عنديش كلام تاني اصلا يتقال. لو حابب تدعم الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو، اعمل له شير عشان الناس تشوف القرف ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة يا ابني. بس